طيب ادي بداية كلامنا. بعد ما اخدنا renewable sources energy اتفقنا ان عندنا تلاتة، عندنا sun وعندنا wind وعندنا water. اخدنا ان sun بدأت تطلع لنا electricity لما ببدأ استخدم لها سولار سيلز، عشان سولار سيل وسولار سيل وسولار سيل يعملوا لنا حاجة كبيرة اللي هي السولار بانلز. واتفقنا على الويند وعلى الواتر ان هي بتبدأ تموف التوربينز، وبعد ما التوربينز تبدأ تتحرك هي اللي تطلع لنا تلف الدينامو والدينامو يطلع لنا الالكتريسيتي. طيب الويند والباطر نفس الكلام وهيعيدوا بعض بالظبط. وكنا واخدين قبل كده ان بداية الانرجي شينز كان دايما اول حاجة عندنا بتبقى الصن. طب ايه علاقة الصن بالويند؟ تعالى نتفهم ايه علاقة الصن بالويند. تبدأ الصن الاول warms earth and wind. الصن هتبدأ تدفي الارض، هتدفيها، هتخلي حتة هنا سخنة حتة هنا cold مش عارف ايه. فبسبب بقى ان التمبريتشر مختلفة من هنا لهنا والصن دي بتطلع لنا solar energy، هتخلي الاير يتحرك يعمل air movement. يبقى انا اول حاجة هنبدأه الاول نسخنه الارض، الصن هتعمل warm للإيرث. بعد ما هعمل وارم للإيرث السولار انرجي دي هتخلي الاير يتحرك اير موفمنت. بعد ما الاير يتحرك معنى ان الاير يتحرك تبقى الويند جت. لما الويند تيجي تلف بقى الطواحين بتاعتها او الدراعات بتاعتها البليدز بتاعتها اللي طالعة عاملة كده دولت يبدأوا يلفوا. يبقى الاول انا عندي الإيرث، الصن هتعمل وارم للأرض، بعد كده هعمل موف للاير، الاير يجيب ويند، الويند تبدأ تعمل روتيت للبليد، البليدز تلف 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 عشان جواها داينامو. الداينامو احنا واخدينها قبل كده ومتفقين عليها وقلنا مهمة جدا ان الداينامو تشينج كيناتيك انرجي انتو الكتريك انرجي. بدأت تطلع الالكتريك بقى، مش هنسيبها كده، تبدأ تمشي في السلكة لغاية ما تروح البيت ده والبيت ده، تنور الشارع ده، تروح البلد دي، تروح البلد دي، تبقى تبدأ الالكتريستي. هنعمل له لايت سيتيز، هننوره بيها البيوت وهنشغله بيها المصانع بس ثرو وايرز، الكهرباء بتمشي في السلك. بصوا كده، دي في كتاب المدرسة الرسمة دي بدايتك الصن. لما الصن تدفي الارض تعمل موف للاير فتعمل ويند، الويند تحرك البليدز بتاعت الويند ميلز، لما تتحرك هتلف التوربينز وهتلف الداينامو، يجي الداينامو دي واي، يجي الداينامو يطلع الكتريك، الالكتريك يمشي في الواير، وبعد ما يمشي في الواير ينوروا لنا الشوارع والبيوت. منوروا الدنيا هنا، بس بيساعدنا مساعدة صغننة كده احنا ازاي ممكن نعمل ويند ميل عندنا في البيت. هو الافضل انك تخليها لايت، يعني تخليها خفيفة، تخلي البليدز بتاعتك خفيفة. لما البليدز تبقى خفيفة لايت اقل حبة هوا يحركوها، وتو وكيربت يعني عندك كده عندك كده وخفيفين بقى علشان يبدأوا يلفوا بعض، والافضل يبقى عددهم قليل decrease the number، يعني لو حطيت 3 or 4 هيبقى زي الفل. الجزء ده انا عايزينه مجرد قراية بس، طبعا يهمنا اللي حصل فوق. طيب
الواتر بقى، خلي بالكم ان الكلام هيتعاد تاني. الواتر فولز يعني ووتر بتنزل، اللي هي الشلالات، تبقى المية فوق ونازلة زي الصورة كده، فوق بوتنشال تحت كيناتك. لما هي تنزل من هاي سلوب، هاي سلوب يعني حتة من حضربية، تنزل لتحت. بوتنشال انرجي تشينجز انتو كيناتك انرجي، فوق بوتنشال تحت كيناتك. طب بيحصل ايه؟ نفس الكلام، اتفقنا قبل كده ان احنا عندنا الدعم اللي هو السد اللي بيحرك لنا المية، يسيف المية كده يخزنها عنده، ولما نحتاجها يفتحوا السد المية تمشي. فاحنا دلوقتي عندنا دعم، الدعم ده وظيفته ان هو stop the flow of water. انت هعمل الدعم مش هيخلي المية تتحرك، هيخلي المية تقف. stop the flow of water، لما تبقى المية متشعلقة فوق كده، طول ما المية فوق عندها potential، فلما البوتنشال دي تزيد تيجي تنزل شدة مرة واحدة، بقت الكنات الكتيرة خالص، يبقى هي تحرك ساعتها التوربينز كتيرة خالص. يبقى انا هعمل انكريس للجرافيشنال بوتنشال انرجي، جرافيشنال عشان المية بتنزل لتحت، الووتر تنزل على التوربينز، روتيت التوربينز معاها او البليدز معاها، جوه في داينامو، داينامو تشينج كيناتيك انتو الكتريك، الكتريك بعملها لايت سيتيز والهوسز، انور بيها البيت في الوايرز، نفس الكلام اللي فوق بالظبط. طب تيجوا نشوف كده ايه المرتبط ما بين الاثنين. اهو الرسمه دي بالظبط انا جايباها من كتاب المدرسه، فعشان كده هنركزوا فيها شويتين ثلاثه. الاثنين سواء الويند سواء الووتر فولز، الاثنين هيعملوا لي جنريت الكتريستي، والالكتريستي في كل الحالات بتمشي في الواير. الويند في الويندي ارياز يعني المناطق اللي فيها ويند، ما هي ويند، والووتر في المناطق اللي فيها دعم وليفر يعني متوفر دايما عندها ميه. الاثنين هيطلعوا لي جنريت الكتريستي، الاثنين كلين سورسز، مش هيخلوا الدنيا تبقى بولوشن ولا دخان ولا دوشه، الاثنين renewable resources of energy، كلهم مشتركين الا في حاجه واحده، ان الاولانيه depends on wind، بتعتمد على الرياح، والثانيه depends on water movement، بتعتمد على حركه الميه. كده يعني نشكر ربنا احنا شاطرين خلصنا المنهج سوا. يتبقى لنا الفترة اللي جاية كلها بقى هنشتغل على مراجعات، خاصة قبل الامتحان اللي عندنا، هنشتغل على حل الأسئلة بتاعت القنوات بتاعت مدرستنا وأسئلة بنك المعرفة، هنعرض الأسئلة سوا وازاي نحلها سوا، نفكر فيها وازاي تتحل سوا، ونقفل مع بعض الساينس بأمر ربنا.